فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المذي له رائحة؟ ليش؟ يقول: هل المذي له رائحة؟ وما لونه؟ وكيف نفرق بينه وبين المني؟ هذا كأنه ما عنده فكر أبد في هذه الأمور. بينهم فروق، بينهم فروق. المذي ماء رقيق أبيض، خلاف المذي المني فإنه ماء غليظ له رائحة، أما المذي فليس له رائحة، ماء غليظ، ماء رقيق أبيض، ويخرج بدون لذة، خلاف المني فإنه يخرج باللذة. بينهما فروق. نعم، انتهت.